حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير. ضيفي بهذه الحلقه الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ فيصل عبد الساتر. صباح الخير استاذ صباح فيصل. النور. استاذ فيصل، بدي ابلش بملف الانتخابات البلديه والاختياريه. اليوم في جلسه للجان النيابيه المشتركه للبحث بهذا الموضوع، اما يكون الاتجاه ايجابي بالحسم ام سلبي. قبل ما اروح لعند زميلتي سنتا يمين، بدي رايك بهذا الموضوع. صباح الخير لك من المشاهدين، وأعياد مباركة على الجميع، وصوم مبارك للي بعدهم صايمين، وإن شاء الله بتكون المناسبات القادمة اللي بتحمل فيها مناسبات فرحة يعني بالأعياد تكون فال خير على اللبنانيين. هلا طبعا نحن أمام اللوحة المعقدة في لبنان، كل فترة عم يصير عندنا استحقاق وبصير في أزمة بالتعاطي مع هذا الاستحقاق في جانبين. في جانب له علاقة ب يعني أكل الاستحقاقات أو القضاء عليها، وهي مفترض هذا أمر لازم نحافظ عليه، لكن للأسف عندما ينهار السقف من فوق بتصير الحيطان والجدران والدعائم كلها بتدعى يعني. فلما بيصير عندنا فراغ برئاسة الجمهورية وفراغ بالحكومة وعدم قدرة على المجلس النيابي أن يمارس يعني شغله كما هو المطلوب في ظل هذه الظروف، بتصير كل الأمور تدعى. وصلنا إلى الانتخابات البلدية، وطبعا هذا استحقاق أصلا له توقيته، يعني منه يعني إجا هيك داهم بشكل مفاجئ يعني، فالكل بيعرف أنه نحن كنا رايحين لهذا الأمر. الحكومة إلى مصلحة تشيل القصة عن ظهرها، فطلع وزير الداخلية عمل دعوة للهيئة الناخبة وحدد بسبعة أيار القادم أول هذا، وقال أنه أنا جاهز لوجستيا. مجلس النواب له مصلحة أنه أيضا ما ترمى عليه القصة، واليوم بده يبين يعني هذا السجال. مجلس النواب بده يمارس عملية استجواب، بده يطلع وزير الداخلية مش قادر، فبيطلع مجلس النواب بطريقة معينة يمدد قهريا وقصريا للمجالس البلدية. تعتبر أنه حسم الموضوع لجهة تقريبا التمديد حسم، بس أي بس بأي صيغة يعني؟ ما اليوم هذا السؤال، مش فقيه قانوني ودستوري، بس أنه لابد أن يكون هذا الأمر من مجلس النواب. الحكومة بدها تطلع بطريقة معينة لتطلع من المسؤولية. هلأ مجلس النواب هو شطارته يعني، هلأ بيرجع بيرد عند وزير الداخلية. طيب كيف بده يرد؟ وزير الداخلية عمل دعوة لهيئات الناخبة يعني. هلا ما بعرف شو الصيغه، في حدا بالقانون بيقدر يعطينا تفسير اكثر. هي مش هون، مش مشكله المبررات. هل ينعقد مجلس النواب؟ هذا هو السؤال. ايه معمول بالمبررات المنطقيه، خلينا نناقش الموضوع. الزيتزي عندهم مشكله مع الحكومه، قضاة عندهم مشكله مع الحكومه، مش هيك؟ طيب انت كيف بدك تعمل انتخابات بلديه؟ ما هيدي العناصر الاساسيه. القوى الامنيه عندها مشكله مع الحكومه وعندها مشكله مع مصرف لبنان. طيب المترشحين اللي بدهم يترشحوا ايضا مش واضح انه في يعني هالقد همة. الناخبين اللي بده يطلع ضيع والان بهالظروف الصعبة. فعمليا كل امور واموال لازم ما في يعني. سمعنا كثير من الحكي، انا برأيي الامور رايحة نحو يعني طمس هذا الاستحقاق، التمديد سنة أو سنتين، حيث يعني ممكن أن يكون هناك أي شيء آخر. طبعا هذا لمصلحة الجميع، ما حدا يطلع يعمل لي بازار ويقول. بس في قوى تريد تصر أنه إجراء هذه الانتخابات البلدية بوقت ضرورة اليوم بظل غياب الدولة. هلا نحن بنحرص على الاستحقاق الأدنى وبنترك الاستحقاق الأرفع، شو هالحكي؟ بس نحن عم نحكي بغياب للدولة وضرورة لتفعيل المجالس البلدية بظل هذه الفوضى القائمة اليوم. أصلا المجالس البلدية مفترض أن يناط بها كثير من القصص والصلاحيات تخفف عن الدولة، مش هيك؟ بس عندما تكون الدولة موجودة، طب لما الدولة ما عادت موجودة البلديات شو بدها تعمل؟ من أين تأتيها العائدات؟ ما في وزارة مالية ترفضها، ما في يعني وزارة تتحمل مسؤولية وتجيب من وزارة المالية، ما عندها قدرة، ما في إيرادات، وبالتالي المواطن العادي بتضيع في ظل الظروف وقادر يدفع يعني سقوفيات وما بعرف شو ضرائب وهذا يعني. عمليا نحن عم نروح من يعني عم نضحك على حالنا، نطلع نقول انه هودي بيقدروا يعملوا شيء. حاليا ما حدا عم يقدر يعمل شيء. البلديات اليوم تقوم على بعض المتمولين بيضيعون، بيعملوا شوية خدمات، اللي عندهم بير ارتوازي بيأمن لهم شوية مازوت إلى آخره. أما بتعمل لي جباية بتضيع، وين في جباية؟ ما في جباية. رح نروح لعند زميلة سنتا يمين بمجلس النواب، وين ما عم تنعقد اللجان المشتركة للبحث في هذا الموضوع. سنتا صباح الخير. صباح النور جورج.
سينتيا، ماذا في تفاصيل اللجان المشتركة اليوم، الاتجاهات اللي موجودة عند مختلف الكتل الاستطلاعية؟ نعم جورج، صباح الخير لك ولضيفك ولكل مشاهدي الاو تي في. انا رح بلش من حيث ما كان عم بيقوله ضيفك. فعلا اليوم نحن امام تحديد مصير الانتخابات البلديه والاختياريه. هل في نيه فعلا لدى الكتل النيابيه والاحزاب السياسيه باجراء هذه الانتخابات؟ هذا الشيء اللي رح ينحسم اليوم بهذه الجلسه، هالجلسه اللي فيها على جدول اعمالها العديد من البنود، اللي هي تقريبا مماثله للبنود اللي كانت موجوده بالجلسه السابقه اللي صار فيها الاشكال بين النائبين علي حسن خليل والنائب سامي الجميل على خلفية مناقشة بند بيتعلق بفتح اعتماد الانتخابات البلدية والاختيارية، وتحديدا هو الاقتراح القانون الرامي لفتح اعتماد بالموازنة للعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023، وهو مقدم من النائب علي حسن خليل. اليوم كمان في على جدول الأعمال كثير من البنود، إلا أنه البند الأساسي على بهذه الجلسة هو بند بيتعلق بفتح الاعتمادات، وتحديدا هذا الاقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل. في مناقشة جوا ولكن العقبات كثيرة، وهذا يلي قاله أيضا نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عند دخوله لهذه الجلسة، قال أنه عدم حضور وزير الداخلية لهذه الجلسة هو مؤشر سلبي، لأنه في كثير من الأسئلة عليه أنه يجيب عليها، وبالتالي هون فينا نقدر نكون تقريبا فكرة أولية عن المنحة يلي رايحة له هيدي الجلسة، على أمل أنه يصير في تطورات أو مفاجآت أخرى يمكن تبدل هيدا الشيء، إلا أنه بتبقى النية بحول إجراء الانتخابات هي الأساسية، وهيدا الشيء اللي كمان تحدث عنه العديد من النواب أثناء دخولهم للجلسة، تحدثوا أنه البعض لديه نية بعدم إجراء هذه الانتخابات البلدية والاختيارية لأسباب. رح نرجع لعند زميلي سينتيا يمين. اوكي، رجعنا لعند سينتيا لانه كان في مشكله بالصوره نظرا للاحوال الجويه. بنرجع لك، تفضلي. انا ما بعرف وين راحت الصوره، بس عم تحكي كنت عن النواب وعدم اجراء الانتخابات البلديه. صحيح، كثير من النواب اثناء دخولهم قالوا انه البعض لديه نيه بعدم اجراء هذه الانتخابات البلديه والاختياريه، وبالتالي الاختباء وراء حجه عدم فتح او عدم وجود اعتمادات هو حجه فقط لاسقاط هذه الانتخابات. كل شيء رح يتم حسمه بهيدي الجلسه، ومثل ما قلنا البند الاساسي بهيدي الجلسه هو فتح اعتماد لاجراء الانتخابات البلديه والاختياريه باقتراح مقدم من النائب علي حسن خليل. هل رح تكون جلسه هادئه أو رح تكون مثل سابقتها جلسة فيها إشكالات مثل ما صار بالسابق؟ كله هيدا رح نعرفه، أيضا رح نوفيكم بكل جديد بنشرة الظهر. جورج، شكرا لك زميلتنا سينتيا يمين على هذه المعلومات من مجلس النواب. أستاذ فيصل، لافت كمان ليس فقط وزير الداخلية من يتحدث عن الانتخابات البلدية ويرفع المسؤولية عنه، الرئيس نجيب ميقاتي يعقد مؤتمر صحفي إلى جانبه ممثلة الأمم المتحدة حول الموضوع البلدي، ومبارح بيعقد اجتماع للوقوف عند الجهوزية المتعلقة بهذا الاستحقاق. طب الأمم المتحدة، المجتمع الدولي تعتبر ما عنده قدرة تأثير اليوم لجهة إجراء هذه الانتخابات وهو مصر عليها؟ يعني خلينا نكون صريحين، يعني استحقاق انتخابات بلدية واختيارية بلبنان رح يكون محط اهتمام أمم متحدة والمجتمع الدولي، بس في حركة لافتة لمندوبية بالداخل اللبناني. هذا يعني مثل ما بقولوا رفع عتب، يعني هن الشغور الرئاسي صاروا ست اشهر، رح نصير بالست اشهر وبيروحوا وبيجوا ومفادين وبيشيلوا وبيحطوا، مش قادرين يحركوا حجر يعني من مكانه، يعني فحاجه يضحكوا علينا. تمثيليات هيدي، وهيدي التمثيليات رئيس الحكومه يعني شاطر فيها، ووزير الداخليه والحكومه ومجلس النواب والقوى السياسيه. خلينا نكون صريحين، انا عم بحكي من موقع الجريء، يعني وعم بحكي مين من القوى السياسيه ما حدا له مصلحه يعمل انتخابات. الجميع لا يريد هذه الانتخابات البلديه اليوم، الكل اصلا المنطق انه ليس هناك من مصلحه للجميع، هذا المنطق. بس اصدقاء من حزب الله وحركه امل عم بيعقدوا اجتماعات ومرتاحين. ماشي، هلا هذا مثل ما بقولوا لزوم ما يلزم، يعني على الصوره هيك لزوم ما يلزم الجميع، تظهير انه الجميع. لا بتقلي انه يعني التيار الوطني الحر له مصلحه؟ اكيد ما له مصلحه. حزب الله له مصلحه؟ لا ما له مصلحه. حركه امل ما له مصلحه، ما حدا له مصلحه، حتى لو
يعني عملنا 100,000 حسابات يعني باللعبه الانتخابيه، ما لهم مصلحه يعني، انه عمليا هيدي بدها تصير كثير من المشكلات داخل الضيع والقرى، لانه ما لنا انتخابات نيابيه تحشيد اللي بيصير، لا هيدي لعبه محفوفه بشويه حساسيات عائليه وكذا. هلا مين اللي ممكن يفوت على هالقصة وشوي يكون عنده شوية جشع للحصد؟ القوات على حساب التيار، ممكن كثير هيدي القصة تنازعه للسيد سمير جعجع، وهو ما يحصل اليوم ايه عمليا بمطالبة ايه القوات اللبنانية بإجراء هذه الانتخابات. عم بيحاول بأي شكل، لأنه بحساباته ما قادر يطلع برات الفكرة الضيقة، يعني انه عدوه الاساسي الان التيار الوطني الحر، مش انه استحقاق هذا لاجل يعني اعاده تجديد الدم. وتعتبر التيار غير جاهز لخوض هذا الاستحقاق البلدي؟ انه بيعتبر التيار خسر سياسيا بكثير من المحلات، خلينا نكمل عليه. والخاسر الثاني اذا بدك بهذا المعنى وليد جملاط، باعتبار انه بعض تحركات ما يسمى بالمجتمع المدني ممكن تاثر على القرى بالضياع، تعرف لأنه المجتمع الدرزي مجتمع كمان أقلوي، فأي فارق بهذا الموضوع ممكن يأثر. لو خسروا 10-12 بلدية من أصل 50 أو 60 بتبين الفروقات. أما باقي القوى يعني السنة والمسيحية والشيعة، طبعا عذرا أنا عم بحكي باللغة الطائفية بس خلينا نكون واضحين، تأكد المنطق اليوم يعني أنه ما حدا يعني أنه مهتم أنه يعني حينعمل أوتستراد ببعلبك الهرمل، يعني أنه حينعمل أوتسترادات بعكار وإلى آخره، ما على شيء. ما نحن شفنا كل الحكومات ومجالس إنماء والإعمار وما بعرف شو والتنمية المتوازنة ومش عارف شو نعمل، ما نعمل شيء ابدا يعني مع الاسف. ولذلك الان هاي اللعبه بس حصد، بيجوا بيعملوا لك بيان اخر شيء القوى السياسيه، والله طلع لنا كم عضو وكم رئيس بلديه ومناصفه ومداوره 3 سنين ب3 سنين. تشييء الناس بهذا المستوى صار معيب، يعني التفكير الاساسي في اعاده التفكير في مسألة العمل البلدي بلبنان. ما هو العمل البلدي فعلا مثل ما بيقولوا سلطات محلية؟ لا مش سلطات محلية، لأنه اللي عم بيصير أنه تتداخل السلطات ساعة البدة، الدولة المركزية بتحرك الأموال، ساعة البدة بتمنع الأموال، بتمنع السلطة المحلية عن طريق عائدات البلدية، عن طريق عائدات البلدية وترجع بعد فترة بيجبوهم، بيرجعوا بياخدوهم، بيرجعوا بينيموهم. وشفنا كيف تنزل البيانات. أنا بتذكر من غير اليوم إن شاء الله، من غير اليوم على أيام الوزير نوات المشنوق واللي قبله، كيف بينزل البيان مثل بيربحوا جميل البلديات وهي مصريات الناس دافعتها، بياخدوها على وزارة المالية بتتحول لوزارة الداخلية والبلديات، بيرجعوا بيربحون جميل إذا صرفونه أو إنه يعملون تشيك فيهن. يعني شي بضحك، شي بضحك. عم بحكي أنا هلأ الآن بجدية وبكل صراحة، وأنا واحد من الناس، أنا ما مستعد أطلع بعلبك هلأ عشان انتخابات بلدية، ما بطلع، شو بده يطلعني؟ وين حس المواطن؟ لا يا مواطن يا اخي، يا مواطن، هلا بدنا نحكي الامور بالمنطق الموجود، ما لها علاقه بالمواطنه وغير المواطنه. اذا ما رحت انتخبت بتبطل مواطن؟ لا، اذا ما رحت انتخبت ما بحق لك انت يعني تحاول تزايد على الاخرين، مش انه انت هذا حقك السلبي مارسته، الديمقراطيه السلبيه مثل ما بيقولوا، مش هيك؟ بس خلينا نحكي بالمنطق. لما مثلا انا ضيعتي اسمها اعاده قضاء بعلبك، هلا الان بال 4000 وشوي صار، يعني ضيعه كبيره، يعني مش ضيعه بسيطه. طيب اذا في 2000 ناخب او 3000 او 2005 ببيروت بدهم يطلعوا ينتخبوا الى اخره، طب ما هذا كارثي، يعني قديش بكلفهم هذا الامر؟ مين بيقدر يتحملها بحلا بالظروف؟ ونحن عم نشوف يعني عم نشوف العالم مش قادره تلحق مصروفها العادي الطبيعي. هذا ما عدا التجهيزات اللوجستيه اليوم. هلا انا عم بحكي فيما له علاقه بالمواطن 100%، بس اليوم كمان اذا بدنا نحكي بما يتعلق بالدوله اللبنانيه وما يجب ان تقوم به الدوله اللبنانيه اليوم، اذا مرشح بده اخراج ايد، قدر الوزارات تامن اخراج ايد؟ لا قادرين يعملوا حاجه جديده، يعني في تقنيات معينه كمان. انا ما فتت بكل التقنيات، ممكن ما الدوله اللبنانيه مع الصناديق لانه موجودين قبل، وبتجيب لك كم علب اقلام، وفي اتفاق مع المعلمين اللي هو الاقلام بيكونوا اخذوهم يعني في الدوره الماضيه
طب كمان حبر شوية حبر في موضوع اللوجستي بالاتفاق مع الأساتذة الذي بدهم يقوم بمراقبة الانتخابات. شوف في شيء كتير كبير أكبر من أنه القيم فيها اليوم. شوف خليه يكون كمان جريء أكتر. حاجة يلهو الناس بهالمهزلة، هذه اسمها مهزلة. شو بدهم يغطوا بإلهاء الناس بهذه المهزلة؟ حاجة يلهو الناس بهالمهزلة، مثل ما طلعنا توقيت الساعة ومثل ما عملنا هلا مش عارف. روحوا لأصل المشكلة بالبلد. أصل المشكلة بالبلد انسرقوا مصريات الناس، ما حدا عمل شيء لرد المصاري، ما حدا عمل شيء لوقف الانهيار، وصندوق النقد الدولي بيروح وبيجي بيروح وبيجي ونفس الحكيات ونفس القصص وشروط جديده وشروط بعيده. استاذ فصل، مين عم بياخذوا البلد ويجيبوا لصندوق النقد؟ مين عم بياخذوا ويجيبوا لصندوق النقد؟ الجماعه اللي قاعدين واللي حاكين اليوم. شو عم بقول انا؟ ليش صندوق النقد بريء يعني؟ ما هو كذاب اكثر منهم كمان. ليه مش صندوق النقد؟ صندوق النقد ليه مش حابينه لصندوق النقد؟ ليه ما بتقدموا له ضمانات يا اخي؟ صندوق النقد الدولي مش بس مع لبنان كذاب، كذاب مع كثير من الدول، بس مع لبنان كذاب اكثر، لانه هو ايضا ساهم باطاله امد الازمه، لانه ببدايتها طلع يحكينا بشيء وبنصها صار يحكينا بشيء وباخرها صار بيحكينا بشيء. اليوم لما انت بتتدرج بالشروط، صندوق النقد الدولي شو عزوقه يعني؟ كل ما يجي زيارة بيرجع بيقرر لنا شرط جديد؟ لا، هذا معناته وضع اليد على البلد. في حدا بده يحاول يوضع اليد على البلد من خلال المرافق الحيوية والمرافق العامة والآخرة، وهذا يعني شرط موجود، يعني كان موجود وصار فيه منازعات. مش شماعة هذه يا أستاذ فيصل. ايه شماعة. مش شماعة اليوم بدنا نحكي انه في حدا بده يحط ايده على البلد عن طريق صندوق النقد الدولي، ما بقى في شماعة. في عندنا خيارات، في عندنا خيارات تانية. شوف هذا مش شماعة، انا ما عم بقول في خيارات تانية. انا عم بقول ضرورة التعامل مع صندوق النقد اصبحت ضرورة، لكن على الاقل نقلص الخسائر، انه امر الله ابتلينا بهالطبقة السياسية السيئة واللي عم يزداد سوءها اكثر واكثر. هلا ما حدا يقول لي سمي وما تسمي، انا عم بحكي بالعموم، مش معناتها كل الناس ما بتسوى، مش معناتها كل الناس منيحة، لا، في هيك وفي هيك، بس بالاوطان ما فينا نعمل نحن خير وزا بشر زا. الاوطان مفترض كل من يدير الشأن العام ان يكون على خلق، ان يكون على سلوك سوي. انا ما في يعني اقول له انت حرامي شوي وهذا حرامي جيد أكثر. جيد انه الحرامي مرفوض، ما فيك انت تيجي، هذا مش مسألة خاصة. عم بقول يعني ابتلينا بطبقة سياسية، كل الأزمات اجت بوجهها، ما قدرت عملت شيء، ربما تكون هي متواطئة، ربما هي أسهمت بزيادة، مش ربما، على التأكيد خليني أقول كمان حتى ما أقول أني عم بهرب من الجواب. لكن صندوق النقد الدولي له مصلحة، مثل ما الأمريكان، مثل ما غيرهم كانوا عم يضعوا شروط، مثل المبادرة السعودية والكويتية والحكي، كل هيدي في داعي إلى في شروط معينة، في شروط بده البلد يتحملها. هيدي الشروط بتفجر حرب، بتعيد الحساسيات، منا مزحة، منا قصة بسيطة يعني. فخلينا نكون واقعيين. شو هي شروط البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي اللي بتفجر حرب يا أستاذ فيصل؟ لا لا، عم بحكي شروط يعني. هلا إذا بدك تحكينا بالسياسة هذا غير موضوع. شروط صندوق النقد له شروط، له علاقة بالمرافق الحيوية، له علاقة بتخفيض القطاع العام، مش هيك؟ له علاقة. بس الجميع يقر بتخفيض القطاع العام. ماشي، ما عم بقول لا، أنا مش جديد. ما عم بقول لا، تخفيض القطاع العام يجب أن يكون بدواعي وطنية وليس بدواعي لشروط ممولين من برا لهم حساباتهم باللعب المحلية. لا، بدواعي انه في ناس وظفوا ناس ما قالوا عازم بالإدارة العامة. ماشي، ما عم بقول لا. ولما قلنا يعني هون على الاو تي في، وانا حياتي بوقت التيار الوطني الحر اللي رفض زيادة سلسلة الرتب والرواتب، صح؟ وقتها وقامت القيامة بالبلد، انه يا عمي انتوا رايحين عم تعملوا الزيادات بناء على شو؟ شو عندكم ايرادات؟ شو هي الموارد الاساسيه اللي ممكن تعتمدوا عليها؟ وهيدي قصه بدها تعمل لكم قصه. وانا بعتبر من وقتها هيدي الغلطه الكبيره ومشيت، لانه القطاع العام متضخم جدا. طيب كانت التعويضات امبارح، كنت قاعد انا واحد الضباط، معلش يعني بديش اسمي اسماء، وامبارح طلع احد الضباط برتبه اكبر. تعرف الفارق بيناتهم قديش جورج؟ قديه؟ $500,000. يعني واحد طلع قبل الأزمة 2019، افترضنا بشهر أو شهرين عملوا له التسوية تاعيته، طلع له 500 وشوي، وواحد طلع هلا بال23 برتبة أعلى، تعرف قد طلع له؟ $25,000. هذا شو معناته؟ هذا شو بيعطيك فكرة؟ بيعطيك فكرة إنه كانت تدار الدولة بعقلية النهب المتواصل،
الكسب المتواصل، انه انا بفوت ضباط، بفوت رتبه، بفوت مش عارف شو. طبعا حتى ما حدا يفهمني غلط، مش عم بحكي بس على القوى الامنيه، كل القطاعات، عم بحكي كل القطاعات بالاجمال، الوزارات الى اخره. يا اخي انت عندك بريق بساع لتر، لما بتحط له لتر وخمسة سي سي بده يطلع لبرا، مش هيك؟ بده يطلع لبرا، بصير هذا الماي ما له عازي، عم يهدر. هذا اللي صار عندنا، قطاع عام تدخم بحسب الاحصائيات اذا ما كنت انا غلطان، وبكره بيطلع معالي الوزير مصطفى بيرم بما انه الاحصاءات عنده. نعم نحكي لنا ب 30% من اليد العامله بالقطاع العام، هذا وين موجود؟ يعني ما معه حق صندوق النقد الدولي اليوم، ما عم بقول ما معه حق، انا ما عم بقول ما معه حق، بس صندوق النقد الدولي بيجي بيحط لك الشروط اشبه ب عندك شويه اكسجين، انت بيجي بيمنعهم عنك، بيقول لك بدك تتنفس من ثقب صغير، بيكون عندك شويه سيروب يعني بالنبريش، بيجي هو بيثقبه ثقب بس بدك تتنفس من الثقب. صندوق النقد الدولي مش جمعيه، مش يعني شيء، ما هو هذا ايضا خاضع لسلطه ممولين اساسيين وموجهين اساسيين، وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه. تصور الامريكان وعدونا بالكهرباء من الاردن، وعدونا بالغاز من مصر، وبعدنا ما شفنا شيء، ورجعوا اخذوها وجابوها من احنا من 2019 بالازمه، صرنا 4 سنين، خليني اقول بال20 وعدونا، صاروا 3 سنين بيوعدونا، خليني اقول من وقت اللي حكي السيد حسن بسنه ال21 بحزيران، يعني من سنتين ونص يا اخي، من سنتين، من سنتين لهلا ما حلوا لنا قصه الورقه المصريه والورقه الاردنيه. يعني استاذ فيصل، اللي بدك تقوله انه اليوم الذهاب الى صندوق النقد الدولي هو الخيار الوحيد الموجود، ولكن ليس بالشروط التي يفرضها الصندوق، انما بالشروط اللبنانيه، هذا بدك تقوله. انا ما بدي اقول شروط لبنانيه، انا بدي اقول بالتفاهم، لكن بتقلل قد ما فيك من هذا. انا عم برجع للانتخابات البلديه، عم تقول لي انه رئيس الحكومه تصريف الاعمال ومعه الامم المتحده، شو يعني امم المتحده؟ امم المتحده بتفرض على العالم انتخابات بلديه؟ طيب انا بقول لك من هلا انتخابات بلديه اذا بدها تصير، وهي اكيد مش صايره، اذا بيطلع حدا بينتخب بحدود 10% بدي اعطيك اللي بدك اياه، شو هذا؟ مش انتخابات. لذلك الانتخابات النيابيه نعم كانت هي مطلب اساسي، لانه كان المطلوب كسر راس حزب الله والتيار الوطني الحر، ما زبطت معهم. هي مطلب اساسي مش بس لان هالموضوع، لانه في سلطات يجب ان لا تستمر. شو بدك هلا هن حريصين على تداول السلطات؟ اذا مش هن حريصين، نحن المفروض نكون حريصين. نحن المفروض نكون حريصين، اوكي، هذا امر اخر، بس هيدي الدول حريصه لحسابات معينه. الحريص على الانتخابات النيابيه ليش ما بيروح بيشتغل على موضوع انتخابات الرئاسه؟ ليش السعوديه برايي وفرنسا برايي وامريكا برايي والداخل برايي؟ ساعه اللي بدهم بصيروا سياديين، وساعه اللي بدهم بيمرق السفير بحط شويه مصاري بالشنطه بهذا المحل وبهذا المحل، حتى ما نفوت بتسميات، لانه هلا الاو تي في بصير عندهم حساسيه اضافيه، حسب منهاجم شي دوله. ما عندنا حساسيه، لا ابدا، حسب منهاجم شي دوله ابد، ما في حساسيه اساس فيصل، ما في داعي تنهاجم ولا دوله اليوم. اي ما عم بقول لك، ما بديش ارفع منسوب الحساسيه من غير شيء، يعني العالم وضع تعبان، اذا طلعنا سمينا هلا الدول بصير يعملوا لي 6 و6 مكرر بالدول، اذا جبنا مش الاو تي في الخبريه الايراني السعودي. مش خبريه الاو تي في اساس فيصل، ما بعرف على غير محطات عم لا لا هو كله هلا كله هي. يعني بس انا عم بقول انه بالاو تي في دائما حريصه انه دائما على علاقات مع الجميع، علاقات مع الجميع، يعني انا عم بكون معك اكثر، مش عم بيض وجهي يعني. شكرا. بس بفهم كثير بالتوازنات، والواحد كمان بده يراعي بعض الاحيان. شوف ال تقبل بعض الاحيان المناخات الاقليميه والدوليه، هذا مش تنازل، هذا اقرار بواقعية معينة. يعني انت كمان انت بتعمل حرب لما يكون غيرك عامل حرب، لما غيرك بده يعمل شوية تسوية كمان بدك تخضع لمنطق التسوية، هذا مش معناتها تنازل، هذا معناتها ايضا هو من طرفين، لما بيكون الامر من طرفين، لما بتعمل السعودية شيء منيح بنقول منيح، ما بنطلع بنرجع نحلل، لا السعودي اجى على الايراني، الايراني اجى على السعودي، بنرجع على طريقه مين بلش بالاول ومين اجى قبل الثاني والى اخره. تقراها بمناخات ايجابيه عند الجميع. نحن عم نقول انه هذا الاتفاق عمل مناخ ايجابي، اوكي، بس ليس كافيا، والدليل انه سرعه الوتيره بالملف ما بين السعودي والايراني اكبر بكثير مما تصورنا بموضوع فتح السفارات. في الموضوع اليمني يبدو انه عم نشطب بشكل نهائي، وكان ما حدا متوقع مثل هذا الامر، لكن في الموضوع اللبناني يبدو انه البلوك بعده قائم، ولكن مش بس السعودي، بلوك من الكل مجمل، فرنسي امريكي سعودي
وداخلي. هلا رح نرجع نحكي على هالموضوع، ولكن يبدو كما قرأنا اليوم بالصحف انه سيكون هنالك حركة باتجاه لبنان بعد عيد الفطر، وانه لبنان ليس معزولا عن ما يجري من تسويات في المنطقة بعد الاتفاق الايراني السعودي. شوف، لما يعني المجتمع المعني بلبنان، اولا نحن لازم نرفض دائما هذه الفكره، دائما نراهن على الخارج. هلا طبعا انا مش عم زايد يعني مثل غيري مين بدنا نراهن يا استاذ فيصل، على نطلع من اوقات بنزايد انه على اللبنانيين ان يتخذوا قرارهم بانفسهم. مين على اللبنانيين؟ هذا كلاسيك يعني، فهمتي؟ هذا كلاسيك، هو عم يعملها بيت عتابه يعني، ولبنان يا وطن السماء وارز الرب والى غيره، سوالف بنحكيه ونحن بنضحك على حالنا، ونحن بنعرف كثير من الجماعه المرتهنين. هذا البلد غريب عجيب يعني، ودعنا الفرنسي بدموع العينين كان محتلنا، صرنا بدنا يرجع. فشي بضحك يعني، والله شي بضحك. بكل حال، في استعصاء داخلي غير مسبوق بتاريخ اللعبة السياسية في موضوع الاستحقاق الرئاسي. هذا سببه مش اتفاق المسيحيين فيما بينهم، اتفاق على رفض المطروح. يعني اني متفقين بس على رفض المطروح، اما بيناتهم مش متفقين على شيء. على رفض المطروح مين يعني؟ هلا يعني رفض الاسماء المطروحه يعني، يعني على راس سليمان فرنجي، على راس المرشح سليمان فرنجي. اجى هذا الامر استكمل ايضا باجتماعات بكركي ليزيد الطين بله هذا الاجتماع، فكنا بمرشح مرشحين، صرنا ب 12 واحد او 13، قد ايه صارت القائمه هلا؟ وصار في 15 مرشح بكركي. 15، تصور انت يعني كل هذه الهيئه المرجعيه الروحيه المسيحيه، اخر شيء بدل ما تقلص العدد يعني تحاول تجسر الامور اكثر تخففها، طلع معها مروحه اوسع 15 واحد، وارسلت المروحه تبعها الى من يعنيهم. هلا انا مش بمقام المدح او الذم او النقد او مش عارف، انا عم بمقام التوصيف، عم بقول لو كان للقدرة للمرجعية المسيحية الأولى في لبنان اللي بتمثلها يعني بكركي، لو كان لها القدرة على التخفيف من هذه المشكلات لكان واضح أنه بيّن، واضح أنه مش مبين، وهذا الأمر ينسحب على الآخرين يعني مش بس على المسيحيين، بس أنه على الأقل هلأ المشكلة عندهم أخاف يعني، بين الشيعة في هذه الوحدة بين حزب الله وأمل اللي ما حدا قادر يفوت إليها، وان شاء الله ما حدا بيفوت ليها، لانه ما لازم يصير الخلاف هو الاساس بين الناس، الاساس هو الحب والوحده والتوحد، وما التوحد مش مرض يعني، وبناء دوله، وبناء دوله، ايه ماشي دوله، هذا الاساس صحيح الاصل لازم تكون هذه وكل اللبنانيين يجتمعوا مع بعض ونموره وقشطه ومعمول بمد وكذا. بس هذا ما عم بيصير الحسابات لها علاقه بالداخل وبالخارج، خلينا نكون صريحين، الخارج لديه رؤيه فيما يجري في لبنان، ولديه يعني قائمة من المرشحين، يعني واحد عيونه خضر، واحد عيونه سود، واحد عيونه عسلية، فهمت كيف؟ بس بالنهاية بدهم واحد بنفس العقل اللي بيفكروا فيه، بنفس العقل اللي بيفكروا فيه قد يكون هناك مشكلة بلبنان لأنه ما حتصير. طيب بالداخل اللبناني ربما يتماهون مع الخارج بمطرح معين، وربما يختلفون بمطرح معين. إذا المرشح فرنجية قبلت في فرنسا نوعا ما، فبتطلع السعودية بترفض، أو بيطلعوا الأمريكان بيرفضوا، أو إذا أزعور، أو إذا القائد الجيش، أو إلى آخره. لكن في الداخل يبدو أنه القصة أكبر من هيدا الخلاف، يعني أكبر من هذا الموضوع، في عندهم أنه لا يمكن لمرشح أن يأتي من جهة معينة، باعتبار أنه خلص سليمان فرنجي صنف على محور الممانعة والمقاومة، مشان على حزب الله وحركة أمل الثنائي، فباعتبار هذا الأمر خلص يعني رفعت الجدران مرتفعة بشكل كبير، هذا سيشكل عند الفريق الآخر مزيد من التمسك والتشبث، وهذا من حقه، بيقول لك انه انا هذا مرشحي، يا اخي انت ليش بدك تغير لي مرشحي؟ تؤكد على هذه المعلومات؟ انا اؤكد على معلومات انه ليس هناك من مرشح اخر عند حزب الله وحركة الأمل. تسمح لي اني ناقشك بهذا الموضوع وافتح الموضوع رئاسي بكل ما يحمله، ولكن بعد هذا الفصل. نعود
نعود إلى حوار اليوم من حيث انتهى الجزء الأول من هذه الحلقة من الملف الرئاسي. أستاذ فيصل عم بتقلي أنه الثنائي الشيعي ما عنده بلان بي بموضوع الرئاسة ومتمسك باسم سليمان فرنجية. في معلومات تقول أنه حزب الله أبلغ سليمان فرنجية أنه بده يحسم فرنجية قراره بالترشيح من عدمه من هلأ لعيد الفطر ومن بعدها يبنى عليه. إذا فرنجية أصر على الترشيح يدعم حزب الله، وإذا فرنجية لم يرشح نفسه سيكون حزب الله أمام خيارات أخرى. أول شيء طول البريك يا أخي، شو عملتوا دعايات؟ شفت يا سيد فيصل، شفت لازم يطلع ليش حالنا بدعايات؟ لا، أولا هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. لا حزب الله بيتعامل مع الوزير الفرنجي بالطريقة، ولا الرئيس بري بيتعامل مع فرنجية بالطريقة، ولا مع غيره يعني. أنا بحكي عن حزب الله، ما بحكي عن الرئيس بري. فيما له علاقة بالترشيح، هذا الترشيح جاء من الرئيس نبيه بري، وأكيد مش رشحه بدون ما يكون قايل له، لأنه ما فيك ترشح واحد أنت إذا مش حكي. بس سليمان فرنجية بعد ما رشح نفسه يعني، هو ما رشح نفسه لأنه العادي بلبنان رحنا نحن على الدوحة، ميشيل سليمان كان مرشح حاله؟ لا ما كان مرشح حاله، وقبل منا نفس الشيء. بس كان عم يقول بده يطلع ويعلن عن هذا الترشيح بمؤتمر صحفي. أنا عم بقول الأفضل عندما يكون هناك استحقاق رئاسي قبل أن تنتهي مهلة الرئيس الموجود بيطلع كذا واحد بيقدموا برنامج وإلى آخره. لكن هذا البلد مع الأسف الجديد، مع الأسف الشديد يلعب هذه اللعبة دائما، أنه أنت ماروني، أنت وبالبيت بتصير رئيس، وأنت وبالبيت يعني ما بتصير رئيس. هذه كان يقول النائب السابق وزير السابق ميشيل قدي، أنه كل ست سنين بتجينا هذه الهبة يعني. هلا هو تسميها بتعبير آخر يعني، بس أنا مش حقولها يعني. لا بتحفظ عليه. يعني هو توصيف دقيق يعني، لأنه عمليا هذا النظام الطائفي هيك مشتغل بالقصة. فلا، الرئيس حزب الله لم يبلغ فرنجية أي شيء، لا قال له لازم تترشح ولا قال له ما لازم تترشح. أساسا لو هو ما بده يترشح ما كان كل هذا الموجب طلع قال أنه أنا ما بدي أترشح. بس ما أوصل له رسالة لسليمان فرنجية بمكان معين، السكوت علامة الرضا. نعم، ما أوصل له رسالة لسليمان فرنجية بمكان معين أنه ما قامت به فرنسا لجهة طلب ضمانات من سليمان فرنجية، ضمانات غير قادر هو على أنه يقدمها، يعني بشكل أو بآخر أنه ورقة سليمان فرنجية أحرقت وأن حزب الله ما في يضل ماشي للآخر. الظرف اليوم مختلف عن ظرف 2016-2014. أنا معلوماتي تستند إلى قراءة أكثر من أنه واحد يعمل لي تقرير يعني. بتعرف لأنه زيارة الوزير الفرنجية على فرنسا نعمل فيها من كل جهة سياسية تقرير مختلف عن الآخر، بس الجميع كان متكل على الضمانات اللي طلبتها فرنسا. لا، مش ضمانات عليها. مش ضمانات، هو صار في استماع لفرنجية بما يحمله وقراءة من الجانب الفرنسي، ماذا لديك أيها المرشح افترضنا إلى آخره. إذا عم نعمل هيك يعني شيء امتحان مع تحفظي على الطريقة كلها سوا، لأنه السعودي الفرنسي بده يروح عند السعودي، الفرنسي بده يأمن غطاء للموضوع مع السعودي. كان الأصل في هذه القضية أنه تسوية شاملة، رئيس جمهورية ورئيس حكومي بما يشبه يعني وان باكج. هذا الأمر عرض مع حزب الله سابقا، وحزب الله ما بدي أقول لك رفضه، بس حزب الله لم يعطي أي جواب عليه وترك الأمر عند الآخرين. يقال أنه الآخرين رفضوا مثل هذا الأمر، لا بالأسماء ولا بأصل الفكرة يعني، مش رئيس جمهورية مع رئيس حكومي مع رئيس مجلس نيابي أو نائب رئيس أو مش عارف حاكم مصرف لبنان. صار كل واحد يوسع الاتفاق مثل ما بده والتفاهم مثل ما بده. لا، اللي صار جلسة استماع، بيعرف الوزير الفرنجي تماما شو اللي صار، وبيعرف الفرنسيين شو اللي صار، وبالتالي القراءة اللبنانية تعددت فيها الأوجه إلى درجة ما حدا عارف. لا الوزير الفرنجي طلع حكي ولا الفرنسي طلع. بقراءة فيصل عبد الساتر، بقراءتي الطبيعية، بقراءتك لا ما جرى في فرنسا وانعكاسه على حركة فرنجية لاحقا، بقراءتي المنطقية، فرنجية لا زال مع الاحترام له لا زال إلى الآن عالق بين يعني بين حالتين، الحالة الداخلية الرافضة بالمطلق والحالة الخارجية التي تحاول إيجاد تسوية ما عبر تحريك بعض الأحجار من هنا وهناك ما بين الفرنسي والسعودي
والامريكي بس تسوية، والان سياتي دور القطر. بس تسوية مش على اسمه، طالما حكيت عن دور القطر رح فوت بالملف ايه؟ القطري وجولة المفد القطري يلي سيعود الى لبنان بالايام الجاية كما شوف انا ما بدي يطلع مني كلام مثل كانه انا يعني ناطق باسم جهة واطلع اقول لك انه محسوم او غير. انا بدي اخذ راي حضرتك كصحافي وقارئ ايه؟ هذا الملف. انا بدي اقول لك اياه انه بالتاكيد الامر مع فرنجية لازال صعبا، لكن على بالداخل وبالخارج ايه على المستوى التمنيات بالنسبه للثنائي حزب الله وامل، هلا اكيد بيتمنوا يجري جمهوريه، سوف يذهبون الى ابعد الحدود في يعني ان تكون هذه المعركه بس معركه. بس شو يعني ابعد الحدود؟ بس يعني قد ايه بعد الى ابعد الحدود المسموح فيها؟ قد ايه بعد بتحمل الامور؟ ما بعرف يعني بلحظه معينه بعد بيحمل حزب الله السير بسماء فرنجية بظروف مثل هذه الظروف مختلفة عن 2014؟ السؤال الأساسي مش إنه إذا بعد بيحمل حزب الله، السؤال الأساسي إذا بعد بيحمل لبنان هذا الإمعان في تسويف كل الاستحقاقات وانعكاسه سلبا على اللبنانيين. أنا عم بحكي عن حزب الله لأنه هو من يتمسك بتنشئة حزب الله. جزء اليوم من هؤلاء، حزب الله جزء من هؤلاء. أنا ما بدي أقول هو بتحمل مسؤولية إنه حاطط مرشح يعني صعب الوصول أو صعب المعركة الانتخابية. أنا برأيي كل واحد يطرح المرشح البدوية وحقه، لكن الأفضل أن نذهب إلى تفاهمات بطريقة تجنب البلد المزيد من الانهيار. كلمة انهيار معاش حلوة على فكرة، نحن عم نحكي عن المزيد من الاضمحلال والتلاشي. قطعنا الانهيار. ايه قطعنا الانهيار. خلصنا هلا إيه؟ هلا يعني رايحين من مكان الى مكان، شو بسموه هيدي بالاخره في عند المسيحيين شو بسموه المطهر. المطهر المطهر بيمروا من المطهر مدري وين بينزل. لا الله يطمنك صقر وهيك مثل عنا. الله يطمنك استاذ فيصل يعني. لا انه نحن عنا صقر وعنا يعني فهمت كيف عنا كثير تسميات يعني. استاذ ربيع الهبر بسميها بعدنا مرحله اللوج، شو رايك؟ والله ما بعرف. هلا استاذ ربيع الهبر قال من كذا شهر بده الدولار يصير 200,000، هلا يمكن يكون قاعد بالبيت انه حتى يقولوا له عالم يا اخي وين صارت ال 200,000؟ بس بتشكك بامكانيه تصير 200,000 يا استاذ فيصل، كنا بنضحك على ال 50. بدي احكيك بشغله استاذ ربيع يعني بدي احكيك شغله. لا 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 انه بمعنى انه الاستاذ ربيع مش عم بحكي انه هو يعني انه عم يزت كلام، هلا واحد يمكن من قراءته انه هذا الواقع راح يوصلنا للدولار 200,000. هلا نحن بعدنا بال 100,000 يعني بعد بدنا النص لقدام، انه عشان تتحقق نبوءه ربيع الهبر. لا ما هلا هلا لازم نمشي لل 200,000. بس هي رح تتحقق لا يعني هلا واعدينا بعد رمضان. انا مش هذا نفلت سعر السوق مش هذا الاعتراض. انا اعطيك مثل اكثر احلى من هيك. انا امي عمرها 90 سنه بتقبض الله يطول عمرها تقاعد من الجيش. الله يطول بعمرها وببوسها على الهواء. الله يطول بعمره. تقبض معاش بي تقاعد من الجيش الله يرحمه. فهلا عم بيعطوني يوم بالدولار تقريبا يمكن شي 70 دولار 72 دولار اللي هن. فعبت لها لاختي انه قبضتي لي المعاش، قالت لها لا ما امبارح كان عيد الفصح عند اهلنا المسيحيين لبكره يعني امبارح. فقالت لها يا امي شو بقبض لك اياهم بصرف لك اياهم ولا شو؟ قالت لها امي عمرها 90 سنه، قالت لها اذا الدولار بعده ب 97 بتصرف فيهم. بكره بيخلص رمضان بنرجع بتصرف. يعني شوف انه العقل اللبناني انه شو ال 70 دولار؟ بس انه هذا عقل بفكر وبتابع انه هذا اللي معه 500 دولار ما بفكر انه هو بيشتروا له ولا ما بيشتروا له، بفكر انه بيربحوا زياده باللبناني، بس هو عمليا عم يلحس المبرد. ما نحن سيئين تجاه حالنا يا استاذ فيصل وتجاه بعضنا بهذا الموضوع. ما بدي افتح الممارسات اللبنانيه تجاه اللبنانيين بملف سعر الصرف، بملف السوق الملف الفلتاني وين ما كان. بكل احوال بس اكيد امي عم براءه وعم طهاره. طبعا طبعا. لا طبعا انه هذا معاش عمر يعني 70 دولار طبعا يعني. تحيه للحشي طبعا. فالناس التانيين لا يعني شيء. تأرجع للملف الرئاسي وبالتحديد للزاويه القطريه. القطري جال ويعود كما ذكرنا للقيام بجولات أخرى، حمل اسم جوزيف عون وطرحه على جبران باسيل، ماذا يحمل هذا الأمر من معاني؟ طرحه على الوزير جبران باسيل باعتبار أن الوزير جبران باسيل علاقاته مهمة مع القطريين، أنه القطريين ممكن يغيروا من قناعته في موضوع الفيتو اللي حاطه على جوزيف عون. لأن الوزير جبران باسيل تعرف ليس سرا يعني واضح أنه معترض على فرنجية ومعترض على جوزيف عون. طروحات الوزير باسيل كانت تتراوح بين 3 أشخاص وممكن تمتد إذا صار في حكي. كان طارح زياد بارود،
مش هيك؟ جهاد أزعور يمكن وحدا ثالث بتصور. يلي جهاد أزعور يلي لقي هجوم من حزب الله من كم يوم. ايه ما بعرف هلا يعني حزب الله ايه يعني لا يميل الى هذا الموضوع، ما بدي اقول هجوم بس لا يميل اصلا، لا يميل الى اي اسم اخر حزب الله. يعني عم لك حزب الله لا خل... لا, لا بس عم بحكي عن الهجوم انه ايه رفض مطلق. انا ما سمعت الهجوم بس انه ايه يعني الى حد ما ايه مش مرحب بمثل مش لشخص جهاد أزعور، لمشروع جهاد أزعور بما له علاقه بالموضوع. قد يكون جهاد أزعور يعني شخص جيد على المستوى الشخصي، يعني مش هذا الموضوع عند حزب الله. على فكره يعني الناس ما بيعرف انه جهاد أزعور خاله جاني عبيد الله يرحمه، يعني احد اهم الشخصيات في الواقع السياسي والمرشح الدائم لرئاسة الجمهورية والمرشح الدائم. ومش بس هيك، نحن خسرنا واحد مثل جان عبيد يعني بصراحة بحكمته وبرؤيته إلى آخره للأسف. بكل حال القطريين أولا طرحهم ليس بمعزل عن السعودي، هاي معلوماتي يعني. هلا واحد يقول لي منين معلوماتي؟ في عندي واحد اسمه صالح بقطر اتصلت فقال لي يا فيصل هيك القصة، وأنا صدقته لأنه بعرفه أنه له مطرح هيك، أنه القطري ما مستعد الآن يعمل حساسية هو السعودي بالساحة. يعني القطري بيطرحه لجوزيف عون يتماهى مع السعودي أو لجوزيف عون أو ما يشبه جوزيف عون، يعني بمعنى أنهم يعكسان رغبة مشتركة تتلاقى مع الأمريكي بمكان ومع الفرنسي بمكان، أن لا يكون المرشح حد الانتماء السياسي ومعترض عليه من انتماء آخر نقيض له. يعني نحن هلأ بلبنان بس نقيدان، ما عادش عندنا خيار ثالث، ما عادش عندنا يعني قادر القطري يحرز أي تقدم بهذا الموضوع دعما لجوزيف عون أو كما سميته شبيه جوزيف عون. القطري يستند في تحركه على أمرين اثنين. الأمر الأول ما فعله في الدوحة في أيار 2008، التسوية اللي صارت بعد أيار 2008، هذا ممكن يعمل له شوية رأس مال. العامل الثاني أنه لم يكن جزء من الاحتدام اللبناني في كل المشهد من 2000 و خليني أقول من 2005 لليوم وصولا إلى الآن، لم يكن جزء من الاحتدام السياسي اللبناني يلقى قبول، وبالتالي قد يلقى قبول عند جميع الأطراف. وهذا الأمر يعني نحن والأيام بدنا نشوف. أنتم ما تنسى في الأمريكي صاحب فيتو، في الفرنسي صاحب موني إذا بدك، في موني يعني الفرنسي بس مش عم تعطي الفرنسي أكبر من حجمه كما يقول موني البعض. موني صاحب موني يعني حتى صاحب قرار، حتى بالموني في البعض بيعتبر أنه الفرنسي يعني لا يد ولا لا قدرة ولا حيلة بالموضوع. يمكن هلا الفرنسي ما عاش يمون على القوات، ما عاش يمون على الكتائب، بس يمكن الفرنسي يمون على مطرح تاني ما كنت بتتوقعه مثلا. يعني علاقة جيدة بين الفرنسي وحزب الله، بس مش معناتها انه يعني حزب الله بيمشي مثل ما بده الفرنسي، بس انه ما حدا بيتوقع انه الفرنسي مع كل هذا الحساسية التاريخية بالتعاطي، لكن الان الفرنسي علاقته بحزب الله كتير علاقة فيها أفضل شيء مما كانت عليه، أفضل بكتير، ويمكن أفضل بكتير مع تيارات أخرى يعني بتحمل الجنسية الفرنسية وبتضل تقول لك لبنان الفرنكوفون وإلى آخره. عرايت جوال أبو يونس قالت إنه حزب الله، قال له لا باسيل نو واي، قلت له أنا حزب الله لا بيقول نو واي ولا بيقول ميرسي بوكو. يعني أنت اليوم مش معناتها إنه هن بيعرفوش لغة، ما في مش حتخلي ولا جبهة كله أصف اليوم لا إنه علي وعلى إنه قصدي مش معنى ذلك إنه حزب الله لا يجيد اللغات. حزب الله لا يتعامل بقواميس الدول في التعاطي المحلي، له قاموسه الخاص. انه انا بمشي بفرنجية بمشي بفرنجية حتى اصل الى الطريق اللي بقتنع فيه، بس من بعدها بمشي بالتسوية بالضبط. اذا لقيت المناخات مختلفة اكيد واحد ما بيحط راسه بين الروس وبنادي يقطع الروس. اللعبة لا تحتمل مثل هذا، نحن مش بمعركة مبارزة بالضرب القاضي، لا نحن بمعركة بدنا ينتصر فيها البلد، مش أحد الملاكمين بده ينتصر. ماذا عن من يقول اليوم أستاذ فيصل أنه في بالملاكمة بتنتهي بالتعادل، مش هيك؟ هذا اللي بدك إياه مثلا، أنه في بالملاكمة بدك تنهيها بالتعادل. لا مش بنهيها بالتعادل بياخدوا كاسان مثلا بيرفعون دياناتهم. عم اليوم مسالم جدا يا أستاذ فيصل. لا أنا مسالم مع كل هذا اللي قلته مسالم، لا ما هاجمنا اللي هاجمناه. يعني هلا مش مطلوب الواحد دائما يعني أنه يعمل هو
قبضاي عصره وبده يحاول بدك تربح الكل. يعمل منطق طب يعني مش مختلف كمان. معك بتربيح الكل اليوم بس عندي سؤال يتعلق بالدول العربية. هنالك من يقول انه في محاولة واضحة لتعريب بس بي اقوى من بيك انتبه طب مش مختلف في محاولة لتعريب اليوم الملف الرئاسي بمعنى انه لا يمكن انتاج رئيس الا بان يكون هواء او عربي الهواء ان يكون معرب بمكان معين. يعني الاساس عند العرب اساس عند السعودية وليس بمكان اخر. اسم سليمان عربي اح يعني فيه الكثير من العروبة مش هيك بس بالممارسة لا وبالممارسة عربي اكثر من كل الاخرين يعني عربي يعني هو مكتر حميد فرنجية وسليمان فرنجية وطوني فرنجية بس مش ماشي الحال بهذا العروبة بس مش ماشي الحال هيدي لحالها بالسياسة. شوف هيدي لحالها ما بتكفي. نحن ما يعني معلش نحن عم نستعيد تعريب يعني اخذ الملف ووضعه بيد دول عربية وعلى رأس السعودية وقطر ومصر. اولا ما حدا بيقدر يزايد على لبنان بالعروبة. نحن منوزع عروبة على اخرين معلش رغم كل هذا الخلاف اذا بدنا نعمل بالنتائج العملية العرب لم يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء مع اسرائيل. هذا اللبنان اللي نحن ساعة منقول فرانكوفون وساعة منقول فينيقي وساعة منقول زواجه عربي وساعة مش عارف شو. طب هل بقول هذا اللبنان هو الذي صنع وقام مع إسرائيل هذا اللبنان مع كل النقائد اللي فيه وكان جزء منه مع الإسرائيلي وجزء منه مع السوري وجزء منه مش عارف شو. هذا قدم نموذج للعالم رائع أستاذ فيصل رائع. ومن بعد هذا النموذج أوكي. قدم نموذج بالفشل هلأ نحن ما حدا بيعملنا بس امتحان وفحص دم وإلى آخره. نحن نريد من الدول العربية أن تبيض صفحتها مع لبنان مش لبنان سوت صفحته مع العرب. لا الدول العربية أيضا سودت صفحتها مع لبنان وتركت لبنان. والدليل أعطيك أدلة يعني على هذا الموضوع. يكفي أن نرى ملف النازحين السوريين في لبنان قديش استنزف لبنان وبعدهم إلى الآن بيتعاملوا معنا بنفس الطريقة. يكفي ملف الإخوة الفلسطينيين في لبنان قديش عملنا أزمات بالبلد وبعدهم بيتعاطوا مع الفلسطينيين بهذه الطريقة الغير حضارية والغير إنسانية. وعلما أنه نهودي إخوة إلنا والسوريين إخوة إلنا بس تركين كل المسألة علينا. وعلما أن الأموال الموجودة عند الدول العربية بتقدر توقف لبنان وعشرين دولة مثل لبنان وتنهض بكل مشكلاته إذا كان فعلا في نية صادقة. هلا بيطلع واحد بيقول لك ما أنتوا تدخلتوا ما تدخلتوا. ما في دولة ما تدخلت بلبنان ما حدا يربحنا جميلة بهذا الموضوع. عم بحكي بكل حب وبكل إخلاص وبكل صدق. العملية بدها ثلاث أقانيم يجتمعوا مع بعض. مناخ دولي ومناخ عربي ومناخ لبناني. أي مناخ يصطدم مع الآخر إذا صاروا اثنين ضد واحد معناته نحن في مشكلة. البلد بحاجة لتسوية. كيف ترسم هذه التسوية؟ الأصل أن نهيئ لها الأرض في لبنان. نجي نعمل بسكورس. هلا اذا واحد معه مصاري يعمل زفت بيكون منيح. اذا لا ماشي الحال يا اخي على البسكورس بيمشي الحال. هلا اللي ما بيعرفوا البسكورس يعني بحص اذا من مد الارض بحص لا تيجي العالم تلتقي. هذا اللي بده يصير. بده يصير في خطاب فيه شيء من التلاقي مع الاخر في ظل هذا الاحتراب الموجود. الثنائي في مكان، المسيحيون في مكان، محاولة جملات دائما التمايز مع احترامي لإله يعني انه هو يعني انه دائما عم يلعب دور انه هو عنده مبادرة غير الآخرين منا مقنعة. خلينا نقول انه بدنا اذا كنا عم نوصف جملات هيك بدنا 10 جملات ليمشي الحال. لأنه القصة مش قصة يعني عدد نواب 2 و3. ليس للبنان مصلحة الآن استاذ جورج ان نذهب الى انتخاب رئيس مش ب65 لكن ب70 ما قلنا مصلحة، ب80 ما قلنا مصلحة. وهذا اللي حرص عليه السيد حسن نصر الله لما قال عن النصاب وكل الكلام اللي رافق الموضوع. نحن بواقع بائس يعني ونحن ما عم نفوت على المشاكل الأخرى اللي عندنا حكي كتير فيها. أنت عمليا أكبر نصب وأكبر سرقة بحق اللبنانيين صارت من خلال تواطؤ الطبقة السياسية بهذا الموضوع. تجفيف الدين الداخلي اللبناني ما حدا يفكرها شيء بسيط. رياض سلامي بألاعيبه مع المصارف هي أنا عم نوصل لمرحلة يعني اليوم في اتهامات لرؤساء مجلس إدارة مصارف بشو؟ بأكبر نصب بتاريخ لبنان مش هيك؟ وفي ناس بدهم يتوقفوا وفي ناس بدهم يتحولوا على القضاء. هيدي نحن ما عم نفتحها كثير.
لانه بس نفتحها كثير رح يصير اطلاق النار. كيف ما قوست بدك تصب لك واحد من السيسين او بتقتله او بصير بالعنايه الفائقه. استاذ فيصل، بالوقت المتبقي عندي اليوم بعدنا على تمتروس اللي موجود، القوات اللبنانيه تقول لن يدخل رئيس من الممانعه الى قصر بعبده باي شكل من الاشكال. حزب الله بعده مصر على الممانعه، الاصطدام واقع وموجود، يتطور برايك الاصطدام في الشارع ام انه اوان التسويه ستسبق هذا الموضوع؟ وهل تكون التسويه قبل انتهاء ولايه حاكم مصر في لبنان بما للامر من خطوره؟ مع احترامنا للسيد سمير جعجع والقوات اللبنانيه، وهذا الطرح يعني اشبه بطرح يعني هيك فيه شيء من الخفه السياسيه اذا بدك. اول شيء قصر بعبده ما بيكون المفتاح لا مع سمير جعجع ولا مع السيد حسن ولا مع الرئيس بري. عم نحكي بالسياسه. ايه بعرف كل واحد. اولا هذا فاول، تصريح بالسياسه هذا فاول، مش هيك بيقول واحد بيطلع بيعمل اي تصريح، بس مش انه بيبكل الامور. مثل ما قال انه انا اذا ما سقط الرئيس الاسد بحلق لحيتي، ما حلقه ولا حلقه شوارب ولا شيء. اللي بده يعمل تصريح سياسي بده يكون قده وياخذ المعركه لهذا الاتجاه. بس المعطيات اللي موجوده عنده بتاكد لحد مش لحظه انه رئيس ممانعه لن يدخل الى طيب انا بقول له اكثر من هيك، انه ما في رئيس ممكن يركب اذا حزب الله ما بيقبل، انه بيقبل بهاللغه التحدي بيطلعوا بيقولوا لك لا ما هيدي الدويله عم تسيطر على الدوله، انه التصريح وبيكون تصريح مسهل. لا، فينا نقول انه نحن نرى في القوات اللبنانيه، عم علموا هلا يعني بركي بينقل عني، نحن نرى ان اي رئيس له مثلا مش عارف شو انه بنحاول نلاقي لنا طريق. انه انت مينك انت اللي تقول مثل هذا التصريح؟ طب بيطلع واحد ثاني بيقول لك يا خيي مستند الى قاعدته. طيب ماشي، وكمان بيطلع واحد ثاني بيقول له يا خيي ما هذا الرئيس بري رد عليه لا صديقي ولا بعرفك ولا عزيز ولا مش عارف شو مش هيك ورد عليه. طيب ماشي سمير جعجع انه وبنقضيها هيك بالليلة ما بنقضيها هيك بنقول له يعني انا وانت دافنين سوا وبنعرف ايام المتحف وبنعرف ايام التبادل المخطوفين والى اخره، كل العالم تعرف بعضها شو مارست بالحرب وهذا. طيب هذا نظري على الاخرين يعني توصل قبل موعد نهايه ولايه حاكم مصر في لبنان؟ هلا هو امتى بينتهي؟ بحزيران المقبل، بنهايه الله حزيران. الله مع دواليبه، هلا ما بعرف اذا راح يكون له دواليب يعني، بس انه ما بعرف يعني هلا شو عم تطلب مني نفوت اشبه بالحزيران؟ لا لانه بنكون عم نفوت بمشكل جديد كما يقول البعض، اذا وصلنا لهذه المرحله ما في رئيس اذا ما وصلنا لمشكل حكومي ما في اذا ما وصلنا لك كنا بكثير من الشغلات وصلنا لاستحقاقات كلها عم تتاكل. بس هون رئيسنا بهبري عندما يقول انه نائب الحاكم منصوري لن يكون بديل عن حاكم مصر في لبنان ولو مؤقتا. اكيد لن يكون بديل ولو مؤقتا، ما في بديل يعني هون عم نفتح مشكله واقعيه. شوف هذه ما في الدعايه اللي قال ابو فؤاد بالزمان الله يوجه له خير قال عن اريال ما في بديل. مش عم نعمل دعايه للاريال يا استاذ فيصل. لا بس انه قصدي لا انه الرئيس بري معه حق انه ليس هناك من بديل لحاكم مصر في لبنان، مش رياض سلامي قصده الموقع المعنوي لمن يعني هو موجود فيه او لمن يسند بحسب الدستور. مش معناته هو عم يقول انه انا اذا راح رياض سلامي بيترك حاكم مصر في لبنان بدون يعني مصر في لبنان بدون شغل. لا، هذا تصريح سياسي ليأكد على فكره التحفيز انه لازم نوصل ل انتخاب رئيس جمهورية وترتيب البيت قبل ما نوصل لهالكارثة. يعني جربنا كيف مرقنا بقطوعات هلا ولا بعدنا ما خلصنا، هلا يمكن نحن وعلى الهواء هلا اجلوا الانتخابات ولا بعد ما بعرف. شوف جعل البلد مرهون جعل البلد مرهون باستحقاق مهما كان هذا خطير. الاصل ان نبدا براس الدوله، بس تبدا براس الدوله كله بصير سهل. بس انت ما فيك تروح تبلش تنكوش كل شيء فيه مشكلات. يعني هلا مثلا واحد عنده معامله بوزاره معينه، وزير مش عم بيجي، وزير مش عم يحضر، بحس كل البلد مرهون بهالمعامله تاعيته. استاذ فيصل انا بدي اشكرك على هذا الحضور الى الاو تي في والمشاركه بهذه الحلقه، بتعرف رمضان وعندنا برنامج طبخ مباشر. شكرا لك على المتابعه. طبخ ونحن صايمين. يلا ماشي الحال. شكرا للمتابعه. او كنت تعزمونا على الفطار بالاو تي في.